هيرو الشباب لازم يتغير الفكر، محاربته بالفكر. لا احنا قعدنا 15 سنه او 10 سنوات استسنا نعمل اللي في ايدينا، فكان لازم قرصه ودن عشان نحس بالقيمه الفنيه اللي ربنا سبحان الله. طيب رايك في افلام الشباب اللي تعرضت السينما في الاخير؟ انا ما شفتش بصراحه اي حاجه من الحاجات دي، بقى لاني بقى لي فتره ما بتفرجش على السينما غير لما بتيجي في بيوتنا، اللي بسمح بيه بس لاولادي بتفرج عليه، اللي انا بسمح بيه نفسي ان انا اتفرج عليه انه بيحترم عقليتي وبيحترم فكري، بتفرج عليه من غير ذلك ما بتفرجش على حاجه. طيب عايزين نعرف مؤيده ولا معارضه لفكره ترشيح الفريق عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهوريه؟ اللي شايفه الفريق اول عبد الفتاح السيسي خير لمصر، انا في قراره ده. تمام. طيب ايه الرساله اللي بيوجهها للشباب في مصر في المرحله القادمه والاسر المصريه؟ هقول لهم خلي بالكم قوي على مصر، ومصر امانه في ايدينا دلوقتي، وانتوا دلوقتي انا متاكده ان كل الشباب عارف قيمه مصر، لان انا شايفه ناس مشرفين جدا جدا، وشايفه فكر جديد طالع بجد انا منبهره بيه. يعني شوف احنا ما كانش عندنا قضيه وطنيه ولا قضيه قوميه، الحمد لله بقى عندنا، وبقى في جيل طالع يحترم لفكره. يعني